فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن أبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن هاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فأولئك السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا خير إنا إلى ربنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أبتال من ذاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فيا حق يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانه والله بوديا بيساك هذا هو أولنا مجلسي من البركة mun karanta suratul furqan tun daga farko har zuwa ƙarshe abinda muka ji ciki ubangijin Allah ya yi sa ya amfane mu Allah ya sa mu cikin bayin nan nashi ibadu rahmani zalila yashuna ala al-ardi hauna wa idza hatabuhum al-jahiluna kanu salama za mu shiga a cikin suratul shu'ara sura na 26 aya na 100 aya ta 200 da ainihin 70 227 sura na 26 ana ambaton suran da suratul shu'ara wanda karshen suran yayi maganan ainihin mawaka wa shu'ara'u yattabi'uhumul ga'un wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa allazina amanu wa amilus salihat وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون فتبون آية الله من وكيل سركي يشكا ونجا سورة لشي لو هكا انا امبتن سورة وسورة الشعراء سورة ياي مجانا اكن توئيه دا اسأل اينهم ان نبشي دا كمتاش كياما سأل نمكم ياي مجانا اكن كيسا ان نباوا النبي موسى عليه الصلاة والسلام النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام النبي نوح عليه الصلاة والسلام النبي هود عليه الصلاة والسلام النبي صالح عليه الصلاة والسلام النبي لوط عليه الصلاة والسلام النبي شعيب عليه الصلاة والسلام يجك سورة بيان القرآن للتافهين سوك كثير عند الله باب ون أبن ذي يشجع يدر ويعشي to Allah ya amfane mu cikin abin da zamu karanta. Ya sauka tasiriya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ya kira mutanen Makka kamar yadda muka yi taji a cikin suratul Furqan suka gaya mishi maganganu mara daɗi suka ki yin imani da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamu da bakin cikin rashin imani waɗanda mutane nashi saboda abinda ainihin za su je su tarar a lahira idan sun mutu kaburai yana damuwa yana nuna bacin rai sai Allah ya saukar da wanga sura gare shi yana gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kada ka rinka damuwa akan rashin imanin waɗanda mutane watakila damuwan nasu ko zai kai ka zuwa ga halaka ko ya kai ka ga kashe kanka kamar yadda ya gaya mana can a cikin suratul kafi لعلك بائع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أساسا وتكيل عبين زي كيكا كباتي الرأي هل يكيكا كمتوى إذن بس في إيماني دوانك القرآن سبو لتعرف بجن تكي بجن تكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نرش إيمان سدومي إذن سموتك فريدا سكوما تكي أزابا تشيني شي عبين ديدا منشي باويدون سجسكا تاشيني محمد رسول الله عليه kuma dole ne idan suna neman darin kan duniya da lahira dole ne sai sun gaskata shi sun yarda da manzancin shi da kuma littafin da Allah ya bashi to mubasharan za mu shiga cikin suran kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fara da cewa bismillahi rahmanir rahim malam bismillahi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وبه نستعين اللهم يسر ولا تعسر تسيمين سورة يا فارا دواء النام حروفا بداؤك واند مكي تمغنا أخانسو واند مالما ناكيرس حروف المقطعة يجي تسيمين نعم أبو نبيل القرآن واند سورة دا سورة الكسس سي سورة النمل شيئا دا تسيم كوي to Allah madaukakin sarki shi yasa abinda wayannan harufa suka kunsa malum ba sun ce sun sauka da nuna ijazin alqur'ani
kuda kuke cewa qur'ani karya ne mu'ammul ya kirkiro wa'ansu mutane suka gwada mishi alqur'ani na magana da lugar larabci da wa'annan harufa ne indai gaskiya ne kuma ku je a gwada muku ko ku kirkiro kamar yadda ya kirkiro to kasawan na nuna cewa alqur'ani littafin Allah ne kuma gagararre ne daga ainihin Allah madaukakin sarki babu wanda zai iya kawo irin shi to tunda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutum ne ummi kuma iya ya karanta littafin da wani bai iya karanta irin shi to ya zama mu'jiza gare shi wannan kadi alama ne na gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shine masani tilka ayatul kitabil mubin ya zo a cikin falalan wannan sura manzo Allah ya faɗi hadisi cewa waɗannan tasirin ubangiji madaukakin sarki ya ba shi shi maimakon ainihin zabura ya ba shi alif lam mim sura guda bakwai nan har zuwa suratul a'raf maimakon injila maimakon at-taura sa'annan kuma ya ba shi mufassal da awamin har zuwa karshe wanda bai ba wani annabi kamin shi sallallahu alaihi wasallam tilka ayatul kitabil mubin waɗanga ayoyin ga wanda yake na littafi shine alqur'ani almubinun mai yin bayanin hukuncin Allah daki-daki da bayani yadda zaka san Allah ka gane shi da tabbatar da annabci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gaya mana tilka isharatun zuwa ga abin da ke nisa kuma ga alqur'anin gaban ka bi ma'ana hadal kitab wanga littafi to amma ana isharar tilka saboda abin da ke ciki na zurfin ilimi mai tarin yawa kwarai da gaske ai mun gane ko to da Allah ka bahi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin ne yiwa ya kai Muhammadu Rasulullah rashin imani sunan zai kai ka ga wani bakin cikin da zai sa ka jefa kanka cikin halaka wai dun ba su yi imani da kai ba a'a ba haka ba kai hakuri ka kyale su imani a wurina yake na ga dama yanzu shi in tilasta kowa ya zama mu'mini kamar mala'iku amma kalman baya shine abinda aka yanka ya kai matuka har ya sinka jijiyan har wuka ya fara taba ainihin kashi na wuya to shi balarabe ke kira baya ai mun gane ko to amma bakin ciki in ya kai wani lokaci kuma yakan sa zuciyar mutum ya sinke ma ne ya mutu gaba daya to saboda shi suna ta'abira da irin wannan inna sha'nu nazzala alaihim minas sama'i ayatan fa zallat a'naquhum laha khadi'in ubangiji madaukakin sarki yace inna sha idan mun ga dama mu su Allah madaukakin sarki nunazzilu alaihim minas sama'i aya za mu sassaukan musu da wa'ansu ayoyi daga sama fa zallat a'naquhum laha khadi'in su zama suna masu mika wuya ga wa'annan ayoyi su yi imani tilas ba tare da suna so ba to amma ba haka Allah madaukakin sarki ya ga dama ba yana son imani ya zama ikhtiyariya ne karkashin zaɓin mutum kai da kanka ka zaɓi mai kyau ka yi aiki da shi ko ka zaɓi ainihin mara kyau idan ka gamu da shi kuma da saka maka da abin da ka zaɓa wama ya'tihim min zikrin min ar-rahman muhdathin babu wani wa'azi da zai zo musu min zikirin minar rahmani daga ubangiji sarkin nan mai yawan rahma muhdasin wanda ubangiji ke jaddada saukar da shi yana saukar da shi lokaci bayan lokaci kamar yadda alqur'ani ya sauka munajjaman a tsarin shekara 23 zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kanu alhum muridin face sun zama masu kauda kai ne gabarin sauraron wanga wa'azi da yake sauka daga Allah madaukakin sarki zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya cikin ilimin Allah su kafure ne don haka ka yi hankuri kada ka yi bakin ciki fa kada kan zabu hakika waɗannan mutane sun kai matuka a cikin karyata ka ko karyata Qur'anin nan naka fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yasta'zihun da sannu labarin sakayyan abinda suka kasance suna yi maka na izgili zai kai gare su idan sun gamu da Allah in ba a nan duniya ko kuma ranar tashin kiyama